السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا التصحيح ديال الامتحان الوطني للبكالوريا الدورة العادية 2021. يعني كل مسالك الشعب العلمية والتقنية. إذا في هذا يعني في هذا الفيديو هذا غادي نشرحوا الأسئلة ديال النص. إذا على بركة الله، اول حاجه شنو عندنا؟ عندنا واحد التكست، يعني هذا التكست هذا غادي نعطيك الملخص ديال كل باراجراف، يعني من هاد لي باراجراف هادو. اذا الباراجراف الاول: The company IBM Japan and four other partners are developing a smart suitcase that uses artificial intelligence to help people with visual disabilities to travel alone with greater freedom and security. يعني هاد الاي بي ام هادي واحد الشركه واربعه ديال الشركاء ديالها، يعني داروا تطوير ديال واحد سمارت سوت كيس ولا حقيبه ذكيه that uses artificial intelligence، اللي كتستعمل هاد الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي to help people with visual abilities disabilities to travel alone، يعني واحد الناس اللي عندهم مشاكل في البصر كتساعدهم باش يعني يسافروا بوحدهم with greater freedom and security، يعني بامان وبحريه. اذا هذا هو الباراجراف الاول. الباراجراف الثاني: visual impaired people، يعني visual impaired people هما those people who have vision problems، اللي عندهم مشاكل في البصر. يعني visual impaired people usually face problems using public transport، يعني دائما كيواجهوا المشاكل يعني في استعمال ديال النقل العمومي and accessing other services، وكذلك الولوج للخدمات الأخرى. Luckily there are cans and guide dogs to lead them around the obstacles، يعني لحسن الحظ كاينين هذوك العصي العصا اللي كيستعملوه، وكذلك guide dogs الكلاب اللي يعني كيوريو للناس الطريق، الناس اللي عندهم مشاكل في البصر. To lead them around obstacles these aids، يعني هاد الحوايج هادو اللي كيساعدوهم مثلا cans and guide dogs will soon be complemented with smart suitcases which would help them to travel independently، يعني هاد الحوايج اللي كيتستعملوا كينز اند جايد دوغز اللي قلنا، يعني دابا غادي يتم يعني غتزاد ليهم واحد سمارت سوت كيس، واحد سمارت سوت كيسز اللي هما حقائب ذكيه which would help them to travel independently، يعني اللي يقدروا يساعدوهم باش يسافروا يعني بوحدهم بلا ما يعتمدوا على حتى شي واحد. تشيكو اساكاوا ان اي بي ام جابان فيلو هو هاز فيجن بروبلمز، يعني هاد تشيكو اساكاوا عنده واحد او لا عندها واحد الفيجن بروبلمز او لا عندها مشاكل في النظر. إذن she walks with the assistance of the first prototype of a robotic suitcase equipped with AI، يعني artificial intelligence. يعني هنايا شنو قلنا؟ يعني هنايا كتمشى يعني بمساعدة من the first prototype. البروتوتايب بمعنى يعني النموذج الأولي ديال هاد يعني ديال هاد الحقيبة الذكية. The smart suitcase which has been inspired by a proposal from Chiku is equipped with a sensor, a camera and a battery to detect obstacles and alert its users through tactile sensation. According to its designer, it will also notify users if friends approach or if there are cafes and other facilities nearby through an audio system. بمعنى هنايا كيقول لك بان هاد سمارت سوت كيس فيها بزاف ديال الحوايج اللي هما مهمين، كاميرا، باتري، يعني اللي كيوريوه يعني الا كانت شي حاجه قدامه ولا شي حاجه، and alert كتنبه its users المستعملين ديالها through tactile sensation.
according to its designers، يعني بالنسبة لهذوك الديزاينرز اللي قدوها، قال لك بأنها it will notify users if friends approach، مثلا ملي يعني كتوريك كتنبهك إلى الأصدقاء ديالك قراب ليك، مثلا تكون غادي بها وتلاقى مع واحد صديق كتنبهك، it notifies you if your friends approach or if there are cafes or other facilities، ولكن وكذلك إذا كانوا شي مقاهي قدامك ولا شي حاجة، أو لا كذلك يعني تسهيلات أخرى through an audio system، عن طريق واحد الأوديو، واحد سيستم الأوديو سيستم. In an interview with a Japanese newspaper، في واحد الانترفيو مع واحد الجريدة يابانية، تشيكو said that she has got or she got the idea when she was pushing a suitcase in front of her during a business trip. بمعنى أنها قالت لك بأنها كانت عندها هذه الفكرة ملي كانت كتدفع واحد الحقيبة قدامها، ملي كانت في واحد سفر ديال العمل ديالها. She thought that visually impaired people could walk safely if a suitcase would scan the surroundings for danger. بمعنى أن كانت عندها هذه الفكرة هذه ملي كانت في واحد سفر ديال العمل ديالها، ملي كانت كتدفع واحد حقيبة عادية ديالها، قالت مع راسها علاش الناس، يعني قالت على أن الناس اللي عندهم مشاكل في البصر يقدروا يمشيوا بأمان إذا كانت عندهم واحد الحقيبة اللي تقدر تفحص لهم شنو اللي قدامهم، يعني ولا شنو هما المخاطر اللي كاينين في القدام ديالهم أو لا في حولهم. Different companies، يعني الشركات عديدة، are contributing to the development of the suitcase، يعني أنه بزاف ديال الشركات اللي كيساهموا في تطوير هاد الحقيبة هذه الذكية. IBM Japan will be responsible for artificial intelligence integrated into the suitcase، يعني هذه يعني IBM Japan غادي، يعني كل شركة شنو اللي غادي، يعني شي حاجة اللي غادي تكلف بها. مثلا IBM Japan it will be responsible for artificial intelligence integrated into the suitcase. For its part Alpine will be responsible for tactile technology. Omron for image recognition and detection techniques. Shimizu for the navigation system and Mitsubishi Motors for automotive technologies. يعني هادو كل شركة علاش يعني غادي تكلف. The smart suitcase will be used at airports، يعني هاد الحقيبة الذكية غادي تبقى تستعمل في الايربورت، يعني في المطارات، shopping centers يعني مراكز التسوق، and in other indoor areas. It will later be improved so that users can use it in outdoor areas. The device is expected to be on the market in 2022. يعني أن هذا الجهاز هذا ولا هذا السوت كيس هذه غادي تكون في الأسواق يعني في 2022. إذن مباشرة غادي ندوزو للأسئلة، ديال الفهم. أول سؤال قال لك choose the best answer، و the text is about، طبعا the text is about an invention for the visually impaired، يعني هذا هو اللي قلنا، واحد الاختراع للناس اللي عندهم ضعف في البصر. إذا الجواب الصحيح هو A. Answer these questions، نجاوب على الأسئلة هذو. When did Chico first have the idea of the smart suitcase، يعني هاد شيكو هادي إمتى كان عندها أول مرة يعني الفكرة ديال هاد الحقيبة الذكية؟ شنو قلنا؟ قلنا ملي كانت غادية في واحد ال ملي قلنا ملي كانت غادية. She said that she got the idea when she was pushing a suitcase in front of her during a business trip، يعني ملي كانت في واحد يعني في واحد السفر ديال العمل تماك فين يعني اكتشفت هذه. إذا شنو غادي نقولوا؟ غادي نقولوا بأنها when she was pushing a suitcase in front of her during a business trip. إذا هذا هو الجواب الصحيح ديال السؤال رقم واحد. What will be Alps
Alpine's contribution to the design of the smart suitcase. يعني هاد ألبس هادي ألبس ألف ألبين، يعني شنو غادي يكون يعني المساهمة ديالو في الديزاين ديال هاد الحقيبة هادي. إذن هنايا قلنا كل واحد فيهم في هاد الباراغراف هادي، كل واحد فيهم يعني غادي يجي لهنا، راه باينه the Alps Alpine will be responsible for tactile technology. يعني هذا هو اللي غادي تكتب لهم هنايا، ها هو راه كتبناه، قلنا Alps Alpine will be responsible for tactile technology. احنا جاوبنا على السؤال when will it ولا when will people be able to buy the smart suitcase، يعني امتى غادي يكون عند الناس ولا امتى يكون ممكن الناس يشريو هاد الحقيبة الذكية هذه. كاينه في اخر التكست، يعني قال لك the device is expected to be on the market in 2022، يعني غادي يكون في الاسواق في 2022. اذا هنايا غادي نقولوا people will be able to buy the smart suitcase in 2022. اذا هذا هو الجواب الصحيح، تقدر تكتبوه كما هو people ولا the device is expected to be on the market in 2022. هنايا هذا من الأسهل واحدين، عندنا نقطة هنايا سهل. Fill in the chart with the right information from the text. هنايا قال لك name of the company، الاسم ديال الشركة. Contribution to the design the smart suitcase. هنايا يعني IBM Japan Artificial Intelligence. شي ميزو هنايا، راه عندنا هنايا كما قلنا راه هضرنا عليهم هنايا، يعني كل واحد فيهم عنده واحد المهام. هنايا عندنا هذيك شي ميزو هذي the navigation system، يعني هذا هو اللي غادي نحطو، يعني هي هذا هو الدور ديالها، ولا هذا هو هذه هي المساهمه ديالها في التطوير ديال هذيك يعني سمارت سوت كيس. هنايا شي ميزو the navigation system. أمرون هنايا اشنو قالوا لنا هذو اللي غادي يديروا. أمرون for the image recognition and detection techniques. إذا هذا هو هذه هي المساهمة ديالهم، إذا هي اللي غادي نكتبوا هنايا، غادي نقولوا image recognition and detection techniques. هنا are these sentences true or false or are these statements true or false justify. هنا guide dogs help visually impaired people to move easily، يعني الجايد دوغز هما دوك الكلاب اللي كيساعدوا الناس اللي عندهم مشاكل في البصر. يعني واش هنا قالتنا الجمله انهم كيساعدوا الناس باش يمشيو بسهوله او باش يتحركوا بسهوله. طبعا هنايا في الفوق هنا شنو عندنا، عندنا luckily there are cans and guide dogs to lead them around obstacles. يعني هنا راه ترو، اذا هنايا غادي نقول ترو، وهذاك نيت هو justification، هذاك هو يعني التعليل. ترو luckily there are cans and guide dogs to lead them around obstacles، هذا هو يعني الجواب ديال السؤال الاول. السؤال الثاني the smart suitcase will be able to recognize people coming toward its users. كيقولنا بان هاد smart suitcase اللي هي الحقيبه الذكيه غدا يعني تقدر يعني تخلي الناس اللي كيستعملوها يعرفوا الناس اللي جايين في اتجاه ديالهم. يعني هنايا كما قلنا هنايا اشنو قلنا هنايا it will also notify users if friends approach، يعني كتقولنا وتقدر كذلك انها تنبهك بان الاصدقاء ديالك يعني قرب منك. اذا هنا true، هنا غادي نقولوا it will also notify users if friends approach، هذا هو الجواب صحيح. Mitsubishi Motors technology will allow the smart suitcase to recognize images. يعني هنايا شنو قالنا انا Mitsubishi Motors، قالنا بانه غادي يخليو لهذيك السمارت سوت كيس باش تعرف على الصور. اذا هذا ماشي المهام ديال هذيك ميتسوبيشي موتورز، بلاتي نعطيكم علاش، لان قال لك اند ميتسوبيشي موتورز فور اوتوماتيف تكنولوجيز، اذا هذا هو المهام ديالها ماشي تو ريكوجنايز ايميجز. أمورون فور ايميج ريكوجنيشن، يعني هذا هو اللي عنده ذاك
يعني هذه هي المساهمة ديال أومرون ماشي ديال ميتسوبيشي موتورز. ميتسوبيشي موتورز فور اوتوماتيف تكنولوجيز، يعني إلا درتي هذا راه التعليل ديالك بطبيعة الحال راه صحيح. إذا هنايا فولس، ميتسوبيشي موتورز فور اوتوماتيف تكنولوجيز. انت الا جاوبتي بحال هكا راه عندك جواب صحيح، ولا الا قلتي لهم راه ماشي هي، ماشي ميتسوبيشي اللي عندها علاقة بهذيك ايميج ريكوجنيشن، ان اومرون هي اللي عندها العلاقة بها، راه عندك جواب صحيح. كومبليت ذا فولوينغ سنتنسز with information from the text. هذا راه غادي تعطي غادي الى فهمتي التكست مزيان غادي تجاوب عليه. having access to public services، يعني ان يعني الولوج للخدمات العامة، يعني بالنسبة لواحد الشخص اللي عنده المشاكل في النظر راه صعب. اذا غادي نقولوا having access to public services is difficult for people who have vision problems، يعني صعب للناس اللي عندهم مشاكل في البصر. the audio system will allow the smart suitcase to notify its users. هنا علاش قلنا هذه؟ لان عندنا هنايا قلنا بان it will notify its users if people approach or if there are cafes and other facilities nearby. عن طريق شنو؟ عن طريق audio system. so this audio system will allow the smart suitcase to notify its users. هنايا without help، هنايا السينونيمز ديالهم ولا يعني الكلمات اللي كيشبهوا ليهم في النص، without any help، بدون اي مساعدة، independently. model prototype، يعني model prototype، و risk danger. risk هو شي حاجة خطر. these aids، هنايا علاش كيعودوا هاد الكلمات هادو في النص؟ these aids هما the canes and guide dogs. the device او الجهاز هو the smart suitcase. اذا كان هذا هو يعني شرح ديال الامتحان الوطني شعبة العلوم، ولا نعم شعبة العلوم. اذا ما تنساوش سبسكرايب في القناة وكذلك شير لهذا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.